مرحبا، كيفك استاذ؟ منيح، لساتني عايش. انا اسف. عم تعتذر لانه لساتني عايش؟ لا انا مو هيك قصدي ابدا. نعم خير. ما في شيء، بس لما شفتك حبيت احكي معك شوي. الناس في عندها وقت كتير للحكي، ويا ريت حدا بيحكي شيء مهم. شو قصدك هالحكي إلي انا؟ لا. شو مبين عليك مزعوج كتير مو هيك؟ عفوا بس قلي، بدك اي مساعدة بشي؟ يا عم انا عم اسألك عن جد، اذا بدك اي مساعدة انا جاهز، لانه مبين عليك كتير مزعوج وانا حابب ساعدك. اذا لازمك شي قلي. ايه ماشي، رح قلك شو بدي. انا بس بدي شوية هدوء مو اكتر، راسي واجعني وبدي شوية هدوء. ماشي. مشان هيك مو جاي على بالي حاكي اي حدا ابدا، ومين ما كان يكون، فهمت علي؟ لهيك لو سمحت، لو سمحت اتركني بحالي رجاء. طيب آسف. جنفي، إذا ممكن بدي أحكي شوي معك. يلا منحكي بس خلص الطبخة. لا أنا بدي أحكي هلأ. شو القصة عمتي، صاير معك شي؟ ايه والله صاير، بس عم فكر اذا بصير قلك ولا بلاها بيكون احسن. ليش عم تحكي هيك؟ انا حابة قلك جنفي لاني بوثق فيكي عن جد اكتر ما تتصوري، ولانه لازم احكي لك، بس بخاف انه تزعلي مني وما ترضي تسمعيني للاخر. عمتي، ليش قلتي هيك لجوزي؟ عمتي أنا ما في عندي خيار تاني. ليش؟ لأنه أنا عم حس بالذنب بكل مرة عم أحكي معه فيها. قليلي، ليش لحتى تحسي بالذنب يعني؟ هو ما أنه مجرم لتحسي بالذنب، بس لمجرد أنك عم تحكي معه أو تشوفيه. جنفي أنت لازم تحسي فيه، هو وحيد وعايش حياة قاسية، وحس أنه عاش من جديد بعد ما حكاكي. كان يرتاح كتير بالحكي معك. إذا عم تحسي بالذنب كان لازم تقولي لي هالشي بصراحة من البداية. أنت غيرتي له حياته كلها جنفي، ما بتعرفي قديش متأثر بالحكي اللي قلتي له إياه. هو تعبان، بس لما كنتي أنت تحكي معه كانت ترجع له الحياة ويحس بالفرح. ما بتعرفي قديش هو بحبك، وعلى طول بيجيب سيرتك وبيضل بيحكي عنك طول الوقت، وبيحكي قديش أنت ساعدتي. كيف قدرت تقولي له هيك؟ أنا ما عم بقدر أفهم عليكي. كلامك أثر فيه كتير جنفي، أنت عم تجرحيني وقت بتحكي هيك. ما حبيت هالكلام اللي قلتي له يا أبدا، وتضايقت منك بصراحة. ما بيصير أنت كمان تجرحي جنفي، حكيك كان قاسي وانكسر قلبه، هو كان بحاجة لإلك عن جد، وأنت تخليتي عنه بسرعة. كان لازم تفكري أكتر.